صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده معانا تمارين للبطن، لو بنشتغل في الجيم او بنشتغل في النادي. هنعمل التمارين مع كابتن مصطفى مدرب النادي الاهلي فرع الجزيره. اول تمرين هنشتغل، كابتن مصطفى هيسند ايده ورا، كوع متني حاجه بسيطه، هيشتغل برجليه بوست لقدام، رجليه هول ما تلمسش الارض، 2 3 4. اهم حاجه النفس وانا شغاله، باخد نفس من مناخيري واطلعه من بقي بالراحه. ستوب. بعمل اول تمرين، بشتغل التمرين 3 مجاميع في 8 عدات، عشان احنا لسه بيجنر او مبتدئين، ما بحملش كتير قوي على المسلز بتاعتي. وده كان شكل اول تمرين معانا. تاني تمرين معانا برضو كابتن مصطفى هيشتغل، اتفضل. هشتغل برجلي سايد سايد، ممكن نزود تمرين شويه يعني نخليه ليفل اصعب. هاتني رجلي عليا وافردها برضو، نفس العدات ونفس المجاميع، واهم حاجه النفس وانا شغاله. احنا كده بنعمل فوكس على الماسلز بتاعت الابس، ودي كانت مشكله ناس كتير قوي. ستوب. وده كان ثاني تمرين معانا. ثالث تمرين هحط الويت، هسند الويت، هخليه سبورت ليا واستخدمه كاداه. هشتغل 1 leg. تمام. ممكن نشتغله بشكل تاني، ان انا انزل رجلي على الارض وارجع تاني ارفعها. برضو نفس العدات، 8 عدات، 3 مجاميع. اهم حاجه النفس، كوعي متني حاجه بسيطه. ستوب. ده كان تالت تمرين. هنعمل تمرين اخير، هسند ايدي ورا وانام على ظهري، هلمس بايدي كعب رجلي سايد سايد، وهنا بعد كل سايد بعده واحده، يعني رايت ليفت. دي كده بالنسبه لي هي عده واحده بس. دقني على قدام، مش بريح رقبتي، احاول المس اقصى بوينت اقدر اجيبها. برضو المجاميع بتاعتي 3 مجاميع و8 عدات. ستوب. شكرا كابتن مصطفى. ودي كانت تمارين البطن بتاعتنا. المرة الجاية إن شاء الله نشتغل أكتر ونشتغل أدفانسد أكتر. دي كانت تمارين بيجنر. كان معاكم كابتن ندى، أشوفكم مرة تانية.